أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وربي وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين. سوف نستكمل أحبائي موضوع رسم المصحف وضبطه، وأنهينا ثلاث محاضرات في هذا الموضوع، وكانت المحاضرة السابقة بموضوع جمع القرآن وكتابته في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ثم في عهد الخليفة الأول أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم في عهد عمر بن الخطاب الخليفة الثاني، وفي عهد الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكيف تم جمع المصحف في عهده، وما هي الأسباب التي أدت إلى جمع المصحف في عهد الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه. تحدثنا أيضا عن الحروف السبعة، وقلنا لماذا نزل القرآن بالأحرف السبعة، وتحدثنا بها باستفاضة، وسوف نستكمل أيضا موضوع الأحرف السبعة. ولكن دعونا نعرج على موضوع صغير نبدأ به أولا، موضوع تأليف القرآن. ما هو المقصود بتأليف القرآن؟ كلمة تأليف يا أحبائي هي مصدر للفعل ألف، يقال في اللغة ألفت بينهم، أي إذا جمعت بينهم بعد تفرق، وألفت الشيء تأليفا إذا وصلت بعضه ببعض، ومنه تأليف الكتب. طبعا عند القدماء كانوا يقصدوا بعبارة تأليف القرآن، يقصدوا بها هي جمع وترتيب آيات السورة الواحدة وطريقة ترتيب السور في المصحف. طبعا موضوع تأليف القرآن هو من الموضوعات التي درسها المؤلفون في علوم القرآن، لأن يا أحبائي ترتيب الآيات والسور لم يجري في المصحف، لم يجري على ترتيب نزولها، ففي سور نزلت قبل سور ولكنها تأخرت في وضعها في المصحف. وبالتالي قام العلماء مشكورين وجزاهم الله كل خير ببحث الأسس التي بني عليها هذا الأساس له ترتيب المصحف، أو ترتيب الآيات في الصور وترتيب الصور في المصحف. فقاموا بدراسة الموضوع من ثلاثة جوانب. الجانب الأول وهو ترتيب الآيات في الصور، ترتيب الآيات في الصور. والجانب الآخر أو الأمر الآخر وهو ترتيب السور في المصحف. والموضوع الثالث وهو ترتيب القرآن حسب النزول. أولا نبدأ بترتيب الآيات في السور. يقول السيوطي في كتابه الإتقان في علوم القرآن: الإجماع والنصوص المترادفة على أن ترتيب الآيات توقيفي، لا شبهة في ذلك. وأما الإجماع فنقله غير واحد، منهم الزركشي في كتابه البرهان، وأبو جعفر ابن الزبير في مناسباته وعباراته، يقول: ترتيب الآيات في سورها واقع بتوقيفه صلى الله عليه وسلم وأمره، من غير خلاف في هذا بين المسلمين. وذكر الإمام السيوطي عدد من النصوص التي بنى عليها علماء الأمة إجماعهم على أن ترتيب الآيات توقيفي، أي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي وقف الصحابة عليه وبينه لهم، ولم يكن باجتهادهم أو برأيهم. ننقل منها ما يوضح ذلك. طبعا تحدثنا حديث سابق في جمع القرآن، قلنا الحديث اللي نقلناه سابقا والمروي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤلف القرآن من الرقاع. يقول البيهقي معلقا على هذا الكلام، يقول: وهذا يشبه أن يكون
أراد به تأليف ما نزل من الكتاب، الآيات المتفرقة في صورها وجمعها فيها بإشارة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني زي مثلا في غرفة كتاب أوراقه متناثرة فجمعها جامع بخيط. ومن النصوص الدالة أيضا على ذلك ما رواه عبد الله بن عباس رضي الله عنه عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مما يأتي عليه الزمان ينزل عليه من السور ذوات العدد، وكان إذا نزل عليه الشيء يدعو بعض من يكتب له، بعض من يكتب عنده، ويقول له: ضعوا هذا في السور التي يذكر فيها كذا وكذا، وينزل عليه الآيات فيقول: ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا، وينزل عليه الآية فيقول: ضعوا هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. أيضا من الأمور الدالة على ذلك أيضا أن هذا الأمر التوقيفي من النبي عليه الصلاة والسلام ما ثبت من قراءته لسور عديدة في القرآن من طوال السور وغيرها في الصلاة وخارج الصلاة، وكانت قراءة النبي لها بمشهد من الصحابة تدل على أن ترتيب هذه الآيات هو توقيفي، وما كان الصحابة رضوان الله عليهم ليرتبوا ترتيبا سمعوا النبي يقرأ على خلافه. فكان ترتيب الآيات في السور معروفا للصحابة ببيان النبي عليه الصلاة والسلام لهم وتعليمه لهم وقراءته للقرآن عليهم، وبذلك لم يعرف عن الصحابة أنهم اختلفوا في موضع آية من القرآن، بل كل آية قد عرف موضعها. وتحدثنا في المحاضرات السابقة في إخبار جمع القرآن أن زيد بن ثابت افتقد آخر آيتين من سورة التوبة وآية من سورة الأحزاب فلم يجدها مكتوبة في أول الأمر، وقال زيد في آيتي التوبة: فألحقتها في سورتها، وقال في آية الأحزاب: فألحقناها في سورتها في المصحف. أيضا من النصوص الثابتة التي تؤكد أن إثبات ما أثبت في المصحف وطريقة ترتيبه إنما كان بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام وتوجيهه، ولا يملك الصحابة إلا الأخذ به والمحافظ عليه، هذه الرواية التي نقلها البخاري عن عبد الله بن عبد الله بن الزبير قال: قلت لعثمان: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، هذه يا إخوة الآية رقم 240 من سورة البقرة، قد نسختها الآية الأخرى، يقصد الآية الأخرى، الآية الأولى يا أحبائي، وهي: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، يعني المرأة التي مات عنها زوجها تبقى في بيت الزوجية لمدة عام لا تخرج إلا إذا خرجت بخاطرها في خروج يعني شرعي وتتجمل وتطيب وتتزوج. والآية الأخرى التي نسختها وهي: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، فهذه الآية الثانية نسخت الآية الأولى. يعني عبد الله بن الزبير بقول لعثمان: هذه الآية نسختها الآية الأخرى، ليش أنت يعني مثبتها في المصحف؟ فقال: يا ابن أخي لا أغير شيئا منه من مكانه، يعني هذا الكلام توقيف من النبي عليه الصلاة والسلام، فكل شيء في القرآن قد عرف مكانه، ولا يملك أحد من الصحابة لا الخليفة ولا من هو دون الخليفة ولا هو من دون الخليفة أن يغير شيئا منه. أيضا يا أحبائي، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن خلط آيات السورة بغيرها، وكان يأمر بقراءة آيات كل سورة على نحو ما قرأها وعلمها للصحابة. ومن ذلك ما روي عن بلال مؤذن الرسول عليه الصلاة والسلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: مررت بك يا بلال وأنت تقرأ من هذه السورة ومن هذه السورة، فقال بلال: أخلط الطيب بالطيب،
هذا طيب وهذا طيب، أخلطهم ببعض. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: اقرأ الصورة على وجهها أو على نحوها، يعني ما تخلطش الآيات من الصورة هذه مع آيات من الصورة الأخرى. طبعا يا أحبائي، قراءة النبي عليه الصلاة والسلام بالقرآن على مسمع من الصحابة رضوان الله عليهم في الصلاة وخارجها، وحثهم لهم على تلاوته، وما عرف عنهم من كثرة قراءتهم للقرآن، فكان بعضهم يختمه في 3 أيام، وأكثرهم يختمه في 7 أيام. وإحنا قلنا في السابق إذا تذكروا الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى النبي وقال: يا رسول الله، في كم أقرأ القرآن؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: اقرأه في كل شهر مرة. قال: إني أقوى على أكثر من ذلك، يعني بقدر أقرأ أكثر من ذلك. قال: فقرأه في 25. قلت: يا رسول الله، إني أقوى على أكثر من ذلك. قال: اقرأه في 20. قلت: إني أقوى على أكثر من ذلك. قال: اقرأه في 15، يعني 15 يوم. قال: إني أقوى على أكثر من ذلك. قال: اقرأه في 10. قال: إني أقوى على أكثر من ذلك. قال: اقرأه في 7، يعني في أسبوع، 7 أيام إنهي المصحف. قال: يا رسول الله، إني أقوى أكثر من ذلك. قال: لا يفقهه من يقرأه في أقل من 3. وهذا الحديث مروي في مسند الإمام أحمد بن حنبل. إذن الصحابة يا أحبائي كانوا مشهورين بختم القرآن في 7 أيام، وكان بعضهم يختمه في 3 أيام. وطبعا اشتهر أسماء سور القرآن بين الصحابة، واتفاقهم على ما تضمنه من آيات دليل أكيد على أن ترتيب هذه الآيات في السور كان بأمر النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة. فالأمر الذي لا ريبة فيه أن الآيات قد جمعت سورا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبتوقيفه لهم. إذن نأتي على المبحث الثاني، وهو ترتيب السور في المصحف، كيف تم ترتيب هذه السور في المصحف. طبعا يا أحبائي، لا شك أن الصحف التي جمع فيها القرآن في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه كانت منظمة، وأن الآيات مرتبة في سورها كاملة، وأن السور فيها مرتبة على نحو ما جاء في المصاحف المنتسخة منها في خلافة عثمان رضي الله عنه. والمصاحف الموجودة اليوم كلها، المخطوطة والمطبوعة، الصغيرة والكبيرة، القديمة والحديثة، ترجع إلى تلك الصحف وتطابقها كل المطابقة، لأن الروايات الصحيحة في موضوع نسخ المصاحف تؤكد على أن الصحابة اعتمدوا على تلك الصحف في نسخها. ولم يرد في الروايات أن الصحابة رضوان الله عليهم اختلفوا في موضع آية من سورة، أو اختلفوا في تقديم سورة أو تأخيرها في المصحف. كان ذلك واضحا لهم كل وضوح ومعلوما عندهم. كل ما ورد في هذا الموضوع من أحاديث هو سؤال عبد الله بن عباس رضي الله عنه للخليفة الراشد عثمان بن عفان، سأله عن سبب عدم وضع البسملة في أول سورة التوبة، فبين له الخليفة أن ذلك جاء متابعة لفعل النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا كثير من العلماء ذهبوا إلى أن ترتيب السور في المصحف توقيفي، وأن هذا الترتيب محفوظ عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإن لم يكن في زمنه مصحف مكتوب، وذلك لأن زيد بن ثابت حين جمع القرآن رتبه على ذلك باجتهاد. ولكن عدد من العلماء ذهب إلى جواز أن يكون ذلك الترتيب باجتهاد من الصحابة، بوجود روايات تشير إلى أن بعض مصاحف الصحابة القديمة كانت الصور فيها مرتبة على نحو مغاير من الترتيب المصحف العثماني أو المصاحف العثمانية. وطبعا هذا الاحتجاج باختلاف ترتيب الصور في مصاحف الصحابة القديمة عن المصاحف العثمانية
لا يكفي للدلالة على أن ذلك كان لا يكفي للدلالة لأن ذلك كان يعتبر اجتهاد من الصحابة، لأن تلك المصاحف كانت عبارة عن جهد فردي من الصحابة كانوا يكتبوا لأنفسهم، ولا يمكن أن يكون ما فيها حجة على المصحف الذي اجتمع عليه الصحابة جميعا ونقلته الأمة نقلا متواترا. بعدين يا أحبائي، المصاحف يعني أحرقت في خلافة عثمان، أحرقها أصحابها بأنفسهم ثقة منهم بالمصحف الذي أجمع عليه الصحابة، واندثرت أخبار هذه المصاحف، وما روي من ترتيب للصور فيها لا يخلو من اضطراب. فهذا العالم المدقق ابن النديم يقول عن ترتيب الصور في مصحف الصحابي عبد الله بن مسعود، يقول إنه رأى عدة مصاحف ذكر نساخها أنها مصحف ابن مسعود وليس فيها مصحفان متفقان. طبعا يا أحبائي، في كتاب المصاحف لابن أبي داود ذكر فيه، قال ابن شهاب إنه أخبرني أنس ابن مالك الأنصاري أنه اجتمع لغزوة أذربيجان وأرمينيا أهل الشام وأهل العراق، قال فتذاكروا القرآن فاختلفوا فيه حتى كاد أن يكون بينهم فتنة، قال فركب حذيفة ابن اليمان لما رأى من اختلافهم في القرآن إلى عثمان فقال إن الناس قد اختلفوا في القرآن حتى والله لأخشى أن يصيبهم ما أصاب اليهود والنصارى من الاختلاف، قال ففزع لذلك عثمان فزعا كثيرا شديدا، فأرسل إلى حفصة فاستخرج الصحيفة التي كان أبو بكر أمر زيدا بجمعها فنسخ منها مصاحف فبعث بها إلى الآفاق. فلما كان مروان أمير المدينة، مروان يا حبابي مروان ابن الحكم الخليفة الأموي، كان أميرا على المدينة المنورة، فأرسل إلى حفصة يسألها عن الصحف لكي يحرقها، وخشي أن يخالف بعض الكتاب بعضا فمنعته إياها. فلأن ما كان في الصحف التي جمعها زيد في زمن أبو بكر الصديق، لأن ما فيها قد كتب وحفظ في المصاحف العثمانية، فقال مروان فخشيت إن طال زمان بالناس أن يرتاب مرتاب في شأن هذه الصحف ويقول قد كان شيء منها لم يكتب. قال ابن شهاب قال فحدثني سالم ابن عبد الله قال فلما توفيت حفصة أرسل إلى عبد الله ابن عمر بعزيمة ليرسلن بها ساعة ليرسلن بها، فساعة رجعوا من جنازة حفصة أرسل بها عبد الله ابن عمر الصحابي الجليل إلى مروان ابن الحكم ففشاها وحرقها مخافة أن يكون في شيء من ذلك اختلاف لما نسخ عثمان رحمة الله عليه. طبعا يا أحبائي، كثيرا من الصحابة أحرقوا المصاحف التي كانت عندهم ثقة بالمصحف الذي أجمع عليه الصحابة في خلافة عثمان ابن عفان. وفي ذلك أيضا حديث أيضا في كتاب المصاحف لابن أبي داود يقول فيه حدثنا عبد الله قال حدثنا أبو الربيع قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو قال بكير قال حدثني بسر ابن سعيد عن محمد ابن أبي ابن كعب، محمد ابن الصحابي الجليل أبي ابن كعب قال إن ناسا من أهل العراق قدموا إليه فقالوا إنما تحملنا إليك من العراق، يعني هجينك من العراق تعذنين وتحملنا وعثاء السفر ومشقة السفر، فأخرج لنا مصحف أبي، بدهم يشوفوا مصحف أبي ابن كعب رضي الله عنه. فقال محمد قد قبضه عثمان، يعني عثمان أخذه.
قالوا سبحان الله أخرجه لنا. قال قد قبضه عثمان. طبعا الخليفة عثمان أخذ مصحف أبي بن كعب وحرقه. وكما قلنا إنه العالم المدقق اللي هو ابن نديم يقول عن ترتيب الصور في مصحف ابن مسعود أيضا إنه رأى عدة مصاحف ذكر نساخها أنها مصحف ابن مسعود ولا يوجد فيها مصحفان متفقان. أيضا يا أحبائي وردت روايات عن الصحابة بشأن قراءة النبي عليه الصلاة والسلام للقرآن وقراءتهم هم للقرآن أيضا تدل على أن ترتيب الصور في المصحف توقيفي أيضا وأن الصحابة أخذوه عن النبي عليه الصلاة والسلام. فأسماء الصور كانت معروفة في زمن النبي وكان حفظة القرآن من الصحابة يتلونه على ترتيب معروف لديهم ويختمونه في أسبوع أو شهر أو أقل من ذلك على هذا الترتيب. يعني مثلا مما يدل على أن ترتيب الصور على نحو ما هي عليه اليوم في المصحف أنه كان معروف زمن النبي صورة الحمد لله رب العالمين فاتحة الكتاب. لولا أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه أن يرتبوا صور المصحف هذا الترتيب لما كان لتسمية هذه الصورة فاتحة الكتاب أي معنى، لأنه ثبت بالإجماع أن هذه الصورة ليست أول صور القرآن نزولا، فثبت أنها فاتحته نظما وترتيبا وتلاوة. لما تفتح المصحف تجد أن سورة الفاتحة هي أول المصحف. أيضا روي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم الليلة التمام فيقرأ البقرة وآل عمران والنساء. فبنلاحظ أنه هنا ترتيب البقرة ثم آل عمران ثم النساء يعني كما هو في المصحف اليوم. لا يمر بآية فيها استبشار إلا دعا ورغب، ولا يمر بآية فيها تخويف إلا دعا واستعاذ. أيضا روى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن مسعود قال وهو يتحدث عن سورة الإسراء والكهف ومريم وطه والأنبياء قال ابن مسعود إنهن من العتاق الأول وهن من تلادي، يعني شيء قديم موروث، يعني زي كنز أو ذهب أو شيء مال قديم موروث قديم عتاق قديم. فقد جاءت هذه الصور كمان في هذه الرواية أحبائي مرتبة على نحو ما هي مرتبة عليه في المصحف اليوم. بنلاحظ أن سورة الإسراء تليها الكهف ثم مريم ثم طه ثم الأنبياء. استدل كذلك أيضا العلماء على أن ترتيب الصور في المصحف توقيفي بالحديث الذي رواه الصحابي واثل ابن الأسقع الليثي، وهو هذا الصحابي من أهل الصفة وخدم النبي 3 سنين ومات في عام 85 هجري. روى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أعطيت مكان التوراة 7 الطوال، وأعطيت مكان الزبور المئين، وأعطيت مكان الإنجيل المثاني، وفضلت بالمفصل. الآن نشوف إيش إن 7 الطوال والزبور والمئين والمثاني والمفصل. يقول أبو جعفر النحاس هذا الحديث يبين لك أن تأليف القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه كان مؤلفا منذ ذلك الوقت، وإنما جمع في المصحف على شيء واحد، لأنه هذا الحديث جاء بلفظ النبي عليه الصلاة والسلام على تأليف القرآن. ما هي 7 الطوال؟ هي المذكورة في الحديث، وهي البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف. اختلف في الصورة 7، فقيل التوبة وقيل يونس. وسميت هذه الصور 7 الطوال لطولها على سائر صور القرآن الكريم، والطوال هي جمع لكلمة الطولة تأنيث الأطول. أما المؤون جاي من كلمة 100، فهي ما كان من صور القرآن التي يكون عدد آياتها 100 آية أو تزيد عليها شيئا أو تنقص عنها شيئا يسيرا. أما المثاني فهي ما ثني المئين فتلاها، وهي التي آياتها أقل من 100 آية. أما المفصل من سور القرآن
فهي ما ولي المثاني من قصار الصور، وقيل إنها سميت بالمفصل لكثرة الفصول التي بين صورها، يعني المفاصل أو القواطع، وهي تبدأ من سورة الحجرات وقيل من سورة قاف حتى خاتمة القرآن. طبعا وردت هذه التسميات في أحاديث أخرى عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن عدد من الصحابة رضي الله عنهم، منهم ابن مسعود وعثمان وابن عباس، وهي تدل على أن ترتيب هذه السور في المصحف كان محفوظا من منذ عصر النبوة. يقول الحافظ ابن حجر: مما يدل على أن ترتيب السور هو توقيفي ما رواه الإمام أحمد في مسنده وابن أبي داود في كتابه المصاحف عن أوس ابن حذيفة الثقفي قال: كنت في الوفد الذين أسلموا من ثقيف، فذكر الحديث وفيه: فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: طرأ علي حزبي من القرآن فأردت ألا أخرج حتى أقضيه. فقال أوس: فسألنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف تحزبون القرآن؟ قالوا: نحزبه ثلاث صور، يعني ثلاث صور مقصود فيها البقرة وآل عمران والنساء، وخمس صور التي تليها، وسبع صور، وتسع صور، وإحدى عشر، وثلاثة عشر، وحزب المفصل من قاف حتى نختم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام من قاف حتى آخر القرآن ينهيه في ركعة واحدة. فهذا يدل على أن ترتيب هذه السور على ما هو في المصحف الآن كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا أكد عدد من العلماء استنادا إلى هذه الروايات وغيرها أن ترتيب السور في المصحف توقيفي أيضا، منهم أبو بكر ابن الأنباري الذي قال: اتساق السور كاتساق الآيات والحروف كله عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقال أبو عمرو الداني أيضا قال: القول عندنا في تأليف السور وتسميتها وترتيب آيها في الكتابة إن ذلك توقيف من رسول الله صلى الله عليه وسلم لتوفر مجيء الأخبار بذلك واقتضاء العادة بكونه كذلك وتواطؤ الجماعة عليه. والإمام مالك ابن أنس إمام دار الهجرة يلخص هذا الموضوع بقوله المشهور عن عبد الله ابن وهب: إنما ألف القرآن، يعني رتب وجمع على ما كان يسمعونه من قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نأتي أحبائي إلى أهمية معرفة السور المكية والسور المدنية من القرآن الكريم. طبعا قبل ما نبدأ في هذا المبحث نعرف ما هو المكي وما هو المدني من القرآن. طبعا العلماء ناقشوا تعريفات لهذا، واتخذ بعضهم زمن النزول أساسا للتعريف، وجعل تاريخ الهجرة هو حد فاصل، واستند بعضهم إلى مكان النزول في صياغة التعريف. فالتعريف حسب الزمان، بحسب الزمان، المكي هو ما نزل قبل الهجرة، والمدني هو ما نزل بعد الهجرة، سواء نزل بمكة أو بالمدينة عام الفتح أو عام حجة الوداع، في سفر أو في حضر. طبعا هذا التعريف عرفه يحيى ابن سلام البصري الذي توفي سنة 200 هجري، قال: ما نزل بمكة وما نزل بطريق المدينة قبل أن يبلغ النبي عليه الصلاة والسلام المدينة فهو من المكي، وما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام في أسفاره بعدما قدم المدينة فهو من المدني. طبعا يا إخواني وأحبائي هذا هو التعريف المشهور في كتب علوم القرآن. نأتي إلى التعريف الآخر وهو التعريف بحسب المكان. المكي هو ما نزل بمكة ولو بعد الهجرة، والمدني هو ما نزل بالمدينة، وقسمه هبة الله ابن سلامة المفسر البغدادي الذي توفي في عام 410 هجري، قال: المكي على قسمين، القسم الأول وهو المكي الأول
وهو ما نزل في مكة قبل الهجرة، والمكي الأخير وهو ما نزل بعد ما هو ما نزل فيها بعد الفتح. الآن نأتي إلى موضوعنا هذا، وهو أهمية معرفة الصور المكية والصور المدنية. طبعا هذا بفيدنا في تحديد وقت نزول سور القرآن، يفيد العلماء في مجال الدراسات القرآنية. من هذه الفوائد أنك تستطيع أن تعرف الآيات الناسخة والمنسوخة، تعرف ماذا نزل أولا. فمثلا الآية إذا كانت مكية وكان فيها حكم وكان في غيرها حكم غيره نزل بالمدينة، نعلم أن المدنية الآية المدنية نسخت الآية المكية. أيضا فائدة أخرى أن نزول القرآن سير تاريخ الدعوة وترتيب الصور ترتيبا زمنيا، يمكننا من تصور تاريخ السيرة تصور أكثر جلاء ووضوح في ضوء الآيات القرآنية الكريمة. فلذلك يعتبر القرآن من هذه الناحية المرجع الأصيل لدراسة السيرة النبوية. الفائدة الثالثة والأخيرة أن الذي يتتبع الصور المكية والصور المدنية وينظر في موضوعاتها وأسلوبها يكشف عن المنهج الذي رسمه القرآن للدعوة في مراحلها المختلفة. فبنلاحظ أن الصور المكية تتحدث عن قضية العقيدة خاصة، لأنه بتخاطب ناس عندهم فساد في العقيدة، عندهم شرك بالله، فبخاطبهم. فلما استقرت العقيدة الصحيحة في قلوب الجماعة المؤمنة التي تكونت في المدينة المنورة، عندها أنزل الله سبحانه وتعالى الفرائض والحدود في أسلوب متمهل مترسل يناسب مخاطبة القلوب. طبعا يا أحبائي، المبحث الرابع وهو تحديد الصور المكية والصور المدنية وترتيبها. طبعا استطاع العلماء علماء القرآن من الصحابة والتابعين أن يحددوا الصور المكية والصور المدنية ترتيبا تقريبيا حسب أوقات نزولها، معتمدين في ذلك على نزول أول الصورة. روي عن ابن عباس أنه قال: كانت إذا نزلت فاتحة سورة بمكة كتبت بمكة، ثم يزيد الله فيها ما يشاء. طبعا نقل المؤلفون في علوم القرآن عدد من الروايات في ذكر الصور المكية والصور المدنية منقولة عن الصحابة والتابعين، ويتفق يعني أكثرها تتفق هذه الروايات على أن عدد الصور المدنية 28 سورة والمكية 86 سورة. وفي رواية طويلة عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان أول ما أنزل من القرآن اقرأ باسم ربك، ثم نون والقلم، ثم يا أيها المزمل، ثم يا أيها المدثر، ثم تبت يدا أبي لهب وتب، ثم إذا الشمس كورت، ثم سبح باسم ربك الأعلى. ثم أنزل بالمدينة سورة البقرة، ثم الأنفال، ثم آل عمران، ثم الأحزاب، ثم الممتحنة، ثم النساء، ثم إذا زلزلت، ثم الحديد، ثم القتال اللي هي سورة محمد، ثم الرعد، ثم الرحمن، ثم الإنسان، ثم الطلاق، ثم لم يكن اللي هي سورة البينة، ثم الحشر، ثم إذا جاء نصر الله سورة الفتح، ثم النور، ثم الحج، ثم المنافقون، ثم المجادلة، ثم الحجرات، ثم التحريم، ثم الجمعة، ثم التغابن، ثم الصف، ثم الفتح، ثم المائدة، ثم التوبة. فذلك 28 سورة مدنية. الآن يا أحبائي نرجع أو نعود إلى موضوع الأحرف السبعة. قبل أن نبدأ بهذا طبيعة كتابة
المصاحف العثمانية، سوف نعود إلى موضوع الأحرف السبعة لكي نستذكرها ونراجعها معا. طبعا إحنا يا أحبائي في المحاضرة السابقة شرحنا الأحرف السبعة باستفاضة كثيرة، ولكن قبل أن نبدأ في موضوع كتابة المصاحف العثمانية، إنها كانت، هل كانت مجتمعة على الأحرف السبعة أو على حرف أو على ما يحتمله الرسم من ذلك، سوف نعود إلى مراجعة الأحرف السبعة مراجعة سريعة، كما قلت لكم في السابق أنه شرحناها في المحاضرة السابقة. طبعا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه. طبعا هذا الحديث متفق عليه، وقلنا سبب ورود هذا الحديث أنه هو التخفيف على الأمة، لأن في حديث آخر عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن جبريل أتاه فقال له إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على حرف، ثم على حرفين، ثم على ثلاثة، ثم على أربعة، إلى أن انتهى إلى سبعة أحرف. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام لم يبعث إلى قومه خاصة، وإنما بعث إلى كل العالم، أبيض وأصمر، عربي، أعجمي، وكلهم. فطبعا كلهم يعني لهم لهجات ولغات مختلفة، فلو نزل القرآن بلغة قريش لكان ذلك عسيرا على العرب أو الأقوام الأخرى، وكان صعب على أحدهم أن ينتقل من لغته أو لهجته إلى لهجة أخرى، وخاصة الشيخ الكبير والعجوز والغلام والذي لم يقرأ كتابا. وقلنا إنه مثلا أهل هذيل يقولون عتى بدل حتى، وأهل أسد يكسرون حروف المضارع يقول تعملون، تعلم، تسود، وأهل تميم يهمزون، والقرشي لا يهمز. وقلنا أيضا في أقوام يقرأوا بالضم عليهم فيهم، وآخرون يقرأوا بالصلة يقولون عليهم فيهم، وآخرون يقرأوا بالإمالة موسى عيسى، وآخرون يقرؤون بالفتح موسى عيسى، وآخرون يقرؤون بالترقيق خبيرة، وآخرون يقرؤون بالتفخيم مثلا الصلاة، الطلاق. فلو أراد كل قوم من هؤلاء أن يزول عن لغته لكان ذلك عسيرا لهم. فالله سبحانه وتعالى برحمته بهذه الأمة أن جعل لهم متسع من اللغات ومتصرف في الحركات كما يسر عليهم في الدين. وتحدثنا في المحاضرة السابقة ما المقصود بالأحرف السبعة، وقلنا هذا الموضوع فيه خلاف كبير بين العلماء. فقلنا من الأقوال أنه في بعض العلماء قالوا ليس المقصود أن يقرأ الحرف بسبعة أوجه، لأن ذلك غير موجود إلا في كلمات محددة مثل أف، جبريل، أرجه، هيهات، هيتا. وبعض العوام يعتقدوا أن الأحرف السبعة هي القراءات السبعة، وقلنا إحنا أنه القراء السبعة لم يكونوا ولدوا ولا خلقوا عندما كانت القراءات السبعة، لأن هؤلاء السبعة أول من جمع القراء السبعة أول من جمع قراءتهم هو أبو بكر ابن مجاهد في المئة الرابعة الهجرية. وذكر العلماء أيضاً